اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. طبعا الموسم انتهى بسلبياته بايجابياته، والحمد لله رب العالمين. الاهلي حصل على كل بطولات هذا السيزون المتوفره، كل البطولات اللي شارك فيها حصل عليها النادي الاهلي، وطبعا متبقي بقى كاس مصر اللي اكيد هيستكمل في الموسم الجديد ان شاء الله. هنتكلم في كل هذه الامور مع كابتن ايهاب جلال نجم النادي الاهلي السابق اللي بنسعد وبنتشرف دايما بوجوده معنا في 10 صبح في الاهلي. صباح الخير جدا، صباح الخير وصباح خير صباح الهنا يا فندم، وكل سنه وانت طيبه طبعا. وحضرتك بخير يا رب. تسلم يا كابتن ايهاب، ميرسي جدا. احلى حاجه والله ان الواحد بيحتفل، يعني دي ثالث سنه بحتفل بعد ميلادي في النادي الاهلي ان شاء الله في قناه النادي الاهلي، ويعني بجد حاجه بتسعدني على المستوى الشخصي، وفي نفس الوقت كمان بتكلم عن التهاني اللي من الجماهير بقى على تويتر. والله بجد فعلا عيله الاهلي والله الحق يقال. كل خير وكريم طبعا، الناس اللي عاملين كلها في قناه النادي الاهلي. ميلاده كمان عميز. شهر يعني او اقل كمان. كل الشهر اللي فات. كل سنه واحنا كلنا بخير. انا نفسي نغير طيبين ونقول كل سنه واحنا مليارديرات. يا ريت. يعني ليه طيبين؟ الطيبه حلوه بس. حاجه الصحه بس. حاجه الصحه برضه. كابتن ايهاب، هنستغل الفقره دي مع حضرتك وجودك معانا ان احنا نقيم طبعا مع انتهاء السيزون، وحصدنا الحمد لله لكل البطولات، نقدر ان احنا دلوقتي نقيم هذا السيزون بكل ما يحمله طبعا ايجابيات وسلبيات، وكمان نقاط الضعف اللي اشتغل عليها كولر واصبحت افضل بكتير كمان، والنواقص اللي كانت عندنا وغيره. خليني من البدايه كده وجهه نظر حضرتك وتقييمك لهذا الموسم ايجابيا وسلبيا. هو ايجابيات الموسم اكتر من سلبياته، يعني حلو. الحمد لله النادي الاهلي معودنا على البطولات زي ما حضرتك قلت يا كريم، وانت يا نهاوند ان حصدنا كل البطولات تقريبا السنه دي كلها، ورحنا كاس عالم، و وكان برضو كان حاجه مشرفه جدا انك انت في كاس العالم عملت مباريات كويسه جدا. فاضل كاس مصر اللي هيتعمل مع الموسم الجديد، السنه في الموسم الجديد. طبعا انا مش شايف سلبيات، يعني الحاجه الايجابيه كتير جدا من الجهاز الفني ان اللعيبه كلها اللي موجوده في النادي الاهلي اللي لعبت كلها على مستوى عادي، يعني اللي الروتيشن اللي اتعمل بالنسبه لحراسه المرمى، بالنسبه للعيبه، كل ده كانت ايجابياته عاليه جدا، ايجابياته كبيره جدا. اللعيب اللي بينزل بيأدي، اللعيب اللي بيطلع كان بيأدي في قبل ما يطلع، فكان كل شيء في الـ في الـ في الـ في البطوله الافريقيه والدوري كان شيء رائع جدا. ويعني بصراحه ايجابيات، انا مش قادر اتكلم على سلبيات لان ما اعتقدش ان في سلبيات كتير حصلت، انما الايجابيات هي اللي حصلت، هي اللي خلاك تاخد دوري وخلاك تاخد بطوله افريقيا، فكانت الايجابيات اعلى كتير جدا من السلبيات. خلينا نتكلم عن اللي جاي في ضوء مثلا ماتش المصري، يعني نقف شويه عند ماتش الاهلي والمصري، ان هو ماتش كان دراماتيكي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. كالعاده النادي الاهلي، وعلى فكره وجماهيره لغايه اخر ثانيه عندهم ثقه عمياء ان في جول جاي وان في فوز هيتحقق، وقد كان. فماتش كان ليه برضه خصوصيه شديده، كيف رايت هذه المباراه؟ بص يا كريم، انا بتفرج على المباراه في الدقيقه 95، يعني مصر يحز هدف، يعني ما فيش تقريبا 94 وشويه، انما يعني تحس ان مش هيبقى فيه وقت انك انت تحرز هدف، بس النادي الاهلي معودنا ما دام الحكم لسه ما صفرش في امل انك انت تحرز هدف، وده كان فعلا الموجود وده اللي احنا شفناه. يعني بعديها على طول ما فيش بحاجات بسيطه، ضربه جزاء وبعد كده الوقت الاضافي جبنا هدف، فالنادي الاهلي متعود على كده. انا يعني حتى لما دخل الهدف في النادي الاهلي انا يعني كنت في اريحيه انك انت ممكن ما تخسرش المباراه، لان النادي الاهلي ما بيخسرش المباراه بسهوله، يعني مش بس انت جاي لك جول دخل في شباكك في وقت قاتل جدا جدا. ما انا بقول لحضرتك يعني في الدقيقه 94 وشويه، يعني ما فيش وقت انك انت تجيب هدف، يعني بس زي ما حضرتك قلت يا كريم ان جماهير النادي الاهلي عندها كان الامل والحافز ان النادي الاهلي يحرز هدف، وده كان فعلا اللي بيحصل. مفيش لعيب واحد راح اعترض على الحكم ولا ضيع وقته، وما خدوا الكوره حطوها في السنتر خالص، يعني فعلا ضربه جزاء وواضحه جدا، مفيش اي مشكله، حتى مفيش اي حد اعترض من جماهير من مصري او كده، انما مباراه كانت يعني صعبه جدا. الصعوبه فيها ان الهدف جه في الدقيقه 95، يعني يعني دي الصعوبه الكبيره جدا، وده الاصعب منه ان النادي الاهلي عنده امل انه يجيب هدف، جمهور النادي الاهلي عنده امل ان النادي الاهلي يجيب هدف، لعيبه النادي الاهلي، الاداره، كل الناس، حتى الناس اللي هي من بعيد خالص حاسه ان النادي الاهلي ممكن يجيب هدف في اي وقت، وده فعلا اللي حصل. صحيح. فده فعلا اللي حصل وكان شيء رائع. هسالك شويه اسئله انا وكريم وعايزين اجابات صريحه. تمام. دون يعني اي مجامله. لا خالص. مين مع كولر من اللعيبه
حاسس مستواه اتحسن ومين مع كولر مستواه ثابت لم يتحسن او يتطور؟ مع كولر حسين الشحات تحسن. عمل طفره كبيره، عمل حاجه كويسه جدا وبذل مجهود، وكولر عرف يوظفه مظبوط، بالتالي عمل جدد له العقد بتاعه، جدد له عقد كويس جدا. فطبعا انا شايف ان كهربا برضو نفس الكلام، كهربا وحسين الشحات، طاهر، محمد طاهر برضو من نفس من الناس اللي هي يعني عانت جدا مع كولر، محمد هاني، وكانت فرصه دي طبعا بعد ما اكرم ربنا يشفيه طبعا ويرجع ان هو ياخد فرصه كبيره جدا. يعني في كذا حد يعني أليو ديانج برضو كان كويس، ديانج رائع من رائع جدا يعني، بس مستواه يعني ثابت، مستواه كويس جدا، من الناس اللي مستواه ثابت طبعا، في ماتشات بينور فيها زياده. صحيح صحيح يعني، واحرز هدف رائع جدا يعني، حاجه كولر اديها له زياده ان هو يدخل جوه ال 18 واحرز هدف. دي برضو حاجات تحسب لكولر ان هو بيعرف يوظف اللعيبه ويعرف ازاي ياخد منها احسن ما عندها. لما تكون في 11 شهر خدت مع مدير فني جديد 5 بطولات، حلو كده، وبتنهي سيزن عنيف وقوي وطويل ومليان تلاحم مباريات وبطولات وانت معاك العلامه الكامله، ده بطبيعه الحال اكيد هيبقى حافز قوي جدا للموسم الجديد. صحيح. بعد كده ان شاء الله. صحيح. بس في نفس الوقت هو يعني زي ما هو ميزه، مش قادر اقول عيب، بس يخوف يعني، تخاف ان انت تقل عن كده، تخاف ان جماهيرك ما تبقاش مرضيه نفس نسبه الرضا اللي هي راضيه بيه عن النادي الاهلي وهو بيختتم السيزون الحالي. فدي مشكله ولا ميزه اكتر؟ لا، هي انا بالنسبه لي انا هي مشكله، انك لازم تحافظ على اللي انت وصلت له، انت وصلت لمكانه معينه ما تنزلش عنها، لازم تعلى كمان او تحافظ عليها، ده مهم جدا في جميع انحاء، حتى مش في الكوره بس، مش في الرياضه بس، في جميع انحاء الحاجه. يعني انت مثلا وصلت كمذيع لحاجه معينه لازم تحافظ عليها او تعلى، ده مهم جدا. فالنادي الاهلي كده، النادي الاهلي بس النادي الاهلي ما فيش خوف عليه. ليه؟ لان هو عارف هو بيعمل ايه، بيخش بطولات، فالبطوله والنادي الاهلي متعود انه ياخد بطوله، لازم كل بطوله بيخشها ياخد بطوله. حتى ما هو ده لوحده عبء على اللعيب، عبء على اللعيبه، لان هو ده قدر لعيبه النادي الاهلي. يعني احنا كنا في النادي الاهلي قدرنا ان انت ما تعادلش، قدرنا انك انت ما تتغلبش، قدرنا ان لازم تكسب، قدرنا ان لازم تاخد بطوله، ده مهم جدا. فعشان كده لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي على طول تحت ضغط انك انت على طول لازم تاخد بطوله، ده مهم جدا جدا جدا. فانا شايف ان النادي الاهلي هي طبعا حاجه مش 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 ان هو نهى سيزون رائع جدا بكل حاجه، بكل ما تعني الكلمه، بما تحتوي الكلمه من معنى، يعني انك انت تحافظ على اللي جاي في الموسم الجديد، ده مهم جدا. والصفقات اللي اتعملت والحاجات دي كلها اللي موجوده في النادي الاهلي بتقوي من النادي الاهلي وبتقوي من عزيمه النادي الاهلي ان هو يحصل على بطولات اكتر ويفكر يعني. حتى يعني شيء رائع جدا انك انت خسرت، يعني كسبت بطوله افريقيا ال 11 بعد ما تاني يوم بيقول لك البطوله 12، يعني يعني هو ده على مدار التاريخ، على مدار التاريخ يعني، دي المينتاليتي بتاعت الجماهير. شوف اجيال ورا اجيال لا تتغير. صحيح. يعني اقلب الصفحه، اقلب خلاص الصفحه ويفكر في ال 12. فهو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي هو بيفكر. يعني انا شايف الموسم الجاي هيبقى رائع جدا ان شاء الله، يعني بنفس اللعيبه هيبقى في تحدي اكبر. كابتن ايهاب لو تتفق معايا، لان انا لما ببقى خارج موسم اوريدي قوي جدا عندي، بيبقى اللي جاي صعب ان انا احافظ على المستوى واعلى عليه، فهي بتبقى يعني حمل اكبر بكتير. حمل اكبر. النقطه اللي كنت بقول لحضرتك عليها، عايزين نكمل الاجابه الخاصه بمين من اللعيبه مستواه ثابت مش حاسس ان هو تطور بشكل كبير زي باقي اللعيبه، وخصوصا لو هنتكلم كمان عن اداء ميشيل يانكن مع الحراس المرمى، ده انكلودنج طبعا في الاجابه اللي حضرتك عايز تقول. بصي، علي معلول طبعا شيء رائع جدا، مستواه ثابت جدا، مستواه هايل جدا، بيعلى وبيعلى كمان، يعني مش مستواه كمان ثابت، ده بيعلى في من خلال الموسم او الماتشات اللي بيلعبها. فعلي معلول من الناس ديت، قفشة طبعا برضو اكيد، يعني انا شايف، وحراس المرمى طبعا انا شايف يعني ان حراس المرمى الشناوي وشوبير وعلي لطفي لما كان موجود وحمزه ومصطفى مخلوف، الاربعه اللي موجودين دلوقتي رائعين جدا جدا جدا. يعني انا شايف ان مستواهم عالي جدا، الشناوي مستواه كويس، شوبير لما لعب المباراه النهائيه هنا
ضد الوداد كان هايل جدا، هايل رائع رائع يعني بمعنى الكلمه. ناس كتير قوي اطمنت كمان بعد ما شافت اداء حمزه علاء، وحمزه خد يعني احسن حارس مرمى في افريقيا. كده في امان من كل، في امان جدا. وعندك مصطفى مخلوف كان معايا في منتخب الشباب برضو، لاعب اساسي وكان من الاجوان الرائعه جدا. يعني النادي الاهلي عنده ذخيره من الحراس المرمى هايله جدا، ما فيش خوف على النادي الاهلي في الحراس المرمى. حتى لو الشناوي ما بيلعبش بيبقى شوبير موجود او حمزه او مصطفى. رحيل علي لطفي برضو بتشوفه ازاي كابتن ايهاب؟ وعلي لطفي له كل التقدير لان هو بجد حارس مرمى قوي جيد جدا. خلينا نتكلم، وانا برضو كان ليا يعني حظ ان انا مرنت علي في انبي، من حراس المرمى الجيده جدا طبعا. يعني نتمنى له التوفيق طبعا. مرحلة جديدة ليه، زاد نادي كبير طبعا، واتولد كبير وهيفضل كبير طبعا. فدي حاجة كويسة لعلي لطفي ان هو يلعب باستمرار، يعني لان هو محتاج انه يلعب كتير. ففيش يعني بالنسبة لحراس مرمى النادي الاهلي مفيش خوف خالص على النادي الاهلي، حراس مرمى جيدة جدا. وانا شايف ان الناس دي لازم تاخد فرصة وتلعب. هي دي النقطة، فكرة ان انا يبقى عندي حارس مرمى تاني او بديل او غيره بغض النظر عن المصطلح، ولكن لم يعني ما اخدش، بخليني اقولها ببساطه، ما اخدش فرصته في اللعب بشكل كبير. صح. هل هنا انا عشان يبقى عندي حارس مرمى جاهز وعلى جاهزيه كاللاعب الاساسي او حارس المرمى الاساسي، هل انا محتاجه اوديه اعاره؟ هل محتاجه ان انا اشاركه اكتر يعني؟ ولو ما فيش فرصه يشارك اكتر في مباريات، هل الاعاره هي الحل؟ يعني خليني اعرف من حضرتك برضو كابتن ايهاب من خبرتك. دلوقتي في اعارات بس مش هيبقى مثلا الجون الثاني او الثالث، ممكن الجون الرابع زي مصطفى مثلا مخلوف ما عندوش فرصه ممكن يلعب، فممكن تدي له اعاره لان هو حارس مرمى جيد. ممكن يعني الاعاره بالنسبه له تبقى جيده، يعني اعارات احنا شفنا لعيبه كتير جدا راحت اعارات ورجعت النادي الاهلي بقى نجوم، فده مهم جدا. يعني الجون الثاني او الثالث لا، يعني بنتكلم على مصطفى شوبير لا حاليا في الفتره دي، مصطفى شوبير لا وحمزه لا. ليه؟ لان الثلاثه دولت ليهم فرصه انهم يلعبوا، يعني لو الشناوي برضو ممكن ما يلعبش مباراتين ثلاثه، بيلعب شوبير بيكون يحصل حاجه. هل شوبير على جاهزيه كامله ان هو يحل محل الشناوي في بعض المباريات والبطولات الكبرى؟ انا شايف كده من الناحيه الفنيه والاستعدادات وكل شيء من وجهه نظر حضرتك. اقول لك ليه، ان شوبير عنده شخصيه غريبه شويه. الولد عنده ثقه في نفسه جدا، شخصيته بتنعكس على اداؤه في المباراه زي المباراه النهائيه بتاعت الوداد. ما كانش بيلعب بقاله فتره طويله جدا، فجاه لقيناه بيلعب المباراه النهائيه بنجوميه بشخصيه، بتحس ان هو بقاله كتير جدا بيلعب. بس عامل الخبره مهم يعني طبعا. برضو كل ما اللاعب يكتسب الخبره كل ما ده بينعكس على الاداء. فمصطفى زي ما حضرتك بتقول لم يعني يختلف عليه اي احد في فكره ان هو فعلا لاعب صاعد موعود جدا. فرصته كبيره جدا دلوقتي حاليا. صحيح. كمان بعد رحيل علي لطفي. صحيح. ولكن هل لديه من الجاهزيه الفنيه والخبره اللي هو ممكن لو قلنا بكره مثلا يحل محل الشناوي او كمان سنه او كمان شهر او يعني بغض النظر عن المده الزمنيه الاستعدادات الحاليه؟ لازم يلعب كتير يعني. مع بدايه الموسم لازم يلعب، هي دي النقطه. لازم يلعب عشان يكتسب الخبرات، لان الوحيد اللي لازم يلعب كتير هو حارس المرمى وراس الحربه. صحيح. لان دولت لازم يكونوا على طول في وسط في الملعب دايما عشان يكتسب الخبرات، عشان يحرز هدف وده بيمنع هدف. صح. فالخبره الكبيره لازم تيجي بالمباريات، بعدد ساعات كتير جدا من المباريات لازم تلعب. هنا بقى دور مدرب حراس المرمى. تعال نتكلم تحديدا على الكيس بتاعه النادي الاهلي. أي. لان احنا عندنا الوضع كالاتي، عندنا حارس عملاق محمد الشناوي بسم الله ما شاء الله يعني، وبطبيعه الحال طالما ما فيش اصابات في محمد الشناوي سهل تمام. الحارس الثاني والثالث والرابع احيانا في الحاله اللي زي كده لما يكونوا الظروف مخليه ان الحارس الاول مستمر بصفه دايمه، وكل فين وفين لما بتيجي الفرصه قدريا. صحيح. لاشراك حد ثاني بدلا من الحارس الاول. مدرب حراس المرمى المفروض يتعامل ازاي بقى تدريبيا ونفسيا مع الحراس الثاني والثالث والرابع؟ مهم جدا النفسيه. كده كده لازم هم يتمرنوا كويس، يعني لازم الحراس او اللعيبه لازم يتمرنوا، لان انت بتلعب في نادي كبير فكده كده انت بتاخد فلوس او بتاخد عندك عقد كبير، فلازم تتمرن كويس. وبياخد نفس الجرعات التدريبيه اللي بياخدها الحارس الاول. كلها مفيش حاجه. بس
تفرق بقى من الحارس الاساسي ومن الحراس اللي ما بتلعبش العامل النفسي. طبعا العامل النفسي ده مهم جدا. الحارس منهم ممكن يعدي عليه موسم او اكتر وما يلعبش خالص كتير وحصل معانا بقى في الحاله دي. لازم العامل النفسي يكون جاهز نفسيا وبدنيا كده كده بيتمرن. انما العامل النفسي مهم جدا ان هو يبقى عالي جدا جدا، عشان لو ما كانش شوبير العامل النفسي عنده كبير او ما كانش هيبقى بالجاهزيه دي وما كانش هيلعب المباراه النهائيه بالمنظر اللي احنا شفناه الرائع اللي هو لعب بيه. فمدرب الحراس المرمى مهم جدا يكون دارس نفسي كويس جدا، زي ما بيدرب كويس او لازم بيدرب نفسي سوري بيدرب فني كويس وبدني كويس، لازم يكون بيدرب نفسي كويس. مهم جدا العامل كمان نفسي. نسبه تدوير اللعيبه ممكن تبقى اعلى بكتير من نسبه تدوير حراس المرمى. طبعا طبعا لان الحارس هو مكان يعني طبعا. بوزيشن واحد طبعا. انما اللعيب ممكن علي معلول مثلا ممكن يلعب باك ليفت وممكن يلعب هاف ليفت وممكن في مركزه يلعب في ماتش تاني حد تاني اصلا بالظبط كده مفيش مشكله خالص. انما حارس المرمى هو بوزيشن واحد بس، فلازم يتعامل على الموقف ده. فمهم جدا مدرب حراس المرمى يكون عنده من الخبره في العوامل النفسيه بالنسبه للحراس او بالنسبه للي بيمرنوا عالي جدا طبعا. ولازم اللعيبه تثق فيه، يعني اللعيب بيبقى فاهم المدرب ده فاهم ولا مش فاهم. ده مهم جدا انك انت كمدرب تبقى انت فاهم انت بتقول ايه للحارس، لانك انت مش هتضحك عليه مش هتقدر تبلوره يعني زي بالعامي يعني. انما لازم تكون انت فاهم ولازم تكون مقنع جدا للحراس بتوعك. ده مهم جدا، ده عامل رائع شيء ايجابي جدا طبعا. مهم جدا انك انت تكون حتى يبقوا قاعدين على دكه الاحتياطي وهم مرضيين. برافو عليك طبعا. ده العامل النفسي أكيد. العامل النفسي مهم جدا ان الحارس اللي بره او الاثنين اللي بره ما بيلعبوش يكون عندهم العامل النفسي كبير جدا ويكونوا مرتاحين. ده مهم جدا طبعا. ولازم يثقوا ان الحارس اللي بيلعب ده رقم واحد في النادي الاهلي او في منتخب مصر. ده مهم جدا. فعشان كده انا بقول لك يا كريم او يعني هون العامل النفسي مهم جدا للحراس المرمى، مهم جدا حتى لو ما كانش بيلعب فهتلاقيه بيعلى معاك. حلو جدا. خلينا شوية نتكلم في الملف بتاع كرة القدم في العموم والمطروح حاليا من يعني امور على الطاولة بيتم العمل عليها علشان يبقى عندنا منظومة كروية افضل، خلينا نقولها بهذا الشكل. منظومة التحكيم، وأكيد حضرتك شفت الفترة الأخيرة فكرة هنا بيريرا والملف المعني بيه وفكرة الشغل اللي هو بيشتغل والوعود اللي هو اتكلم فيها والتصريحات المختلفة، وخصوصا بقى ان احنا بنتكلم ونربط بين حراسة المرمى والتحكيم لأن كتير بيبقى فيه أخطاء تحكيمية خاصة بحراسة المرمى تحديدا. فشفت ده لو ترجعنا شوية كده، مش من زمان قوي طبعا أيام حضرتك كابتن إيهاب، نسبة الأخطاء اللي كانت في التحكيم الخاصة بحراسة المرمى حتى هذه اللحظة والعمل عليها من قبل بيريرا، أنت شايفه الأفضل يكون إزاي؟ بصي التحكيم انا مش بحبش اتكلم فيها كتير لان ديها بس هو معني لان كل اللعيبه وكل حتى الجماهير معنيين بيه، لان زي ما احنا عارفين هي بتبقى نسبه مقبوله عالميا صح. لكن بتحرق الدم لو في اي حاجه طبعا. وبتضيع مجهود وبتضيع بطولات. بس هو دلوقتي في الفار دلوقتي الى حد ما بيحكم شويه اللعبه الى حد ما. ده الفار عايزه فار كتير من الاحيان الفار عايزه فار والله العظيم. ايوه مظبوط. بس يعني غير زمان كانت بتحكم بتحسب اللعبه وخلاص تقديريا وخلاص وخلصت، وبتقعد بقى تجادل مع نفسك بقى ومع الغير بره ان دي لا اوفسايد دي لا حق دي فاول دي جون دي مش جون. انما دلوقتي الفار الى حد ما بيحكم شويه الموضوع. انما انا بالنسبه لي انا شايف ان الفار ده بالنسبه لي انا كاهاب يعني ما بحبوش. ليه؟ لان كره القدم حلوه قوي انك انت تقول الكره دي اوفسايد لا الكره دي مش اوفسايد، غير ان الحكم يعني متعمد انه يخطا ودي انا مش شايف ان في كتير جدا من الحكام يقدر يعني يبقى متعمد الخطا يعني ده بشر وبيغلط وممكن يصيب ويخطئ يعني الموضوع بيبقى حلو في الـ ان احنا نتجادل في الموضوع ان دي اوفسايد دي مش اوفسايد. يعني الفار بالنسبه لي انا هو طبعا مهم جدا انه بيدي نسبة كبيرة جدا لواحد مثلا عمل خطأ بيصلحوا له بيدي الحق شوية. انما
الحلو في كره القدم المجادله اللي احنا بنتجادل فيها دي فاول لا احنا بنتجادل كده كده من غير حاجه بنجادل في كل يعني حاجه يعني انت فاهم حضرتك وبالذات الجمهور اكبر ناديين ده مهم جدا. طب خلينا نرجع برضو تاني للنادي الاهلي وبعد كده نروح مع حضرتك لملفات تانية، اخر الصفقات واخر المستجدات واخر الوافدين والقادمين الى النادي الاهلي رضا سليم وامام عاشور ورؤيتك لانعكاسات وجودهم ضمن الفريق الاول الفتره الجايه ان شاء الله. طبعا لعيبه مهمه جدا لعيبه كويسه جدا، النادي الاهلي محتاج لعيبه كتير جدا ولعيبه جاهزه انك انت بتلعب في بطولات كتير جدا وما تضمنش ممكن يحصل ايه مصاب انذار طرد كل وارد كله وارد جدا، فانت محتاج لعيبه كبيره جدا لعيبه محتاج لعيبه تكون جاهزه تكون على قد المسؤوليه، وشايف الصفقات دي طبعا مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي وتدعم النادي الاهلي كويس قوي في صفوفه يعني لان انت بتبقى محتاج لعيبه كتير جدا والله يا كريم يعني الموسم بيعدي بتلاقي اللعيبه كلها لعبت لانك انت محتاج لعيبه كتير جدا بتخش بطولات كتير جدا كاس السوبر كاس عالم بطوله افريقيا كاس مصر دوري وممكن تعدي موسم زي اللي عدينا بيه من موسمين ثلاثه موسمين تقريبا فاتوا فاكرك كنا بنقول كاننا بالظبط يعني متلاحم كميه اصابات غير طبيعيه جدا جدا، فانت محتاج الصفقات اللي قلت عليها كريم مهمه جدا وكل ما يكون في صفقات وتدعيم ده مهم جدا للنادي الاهلي او الفرقه اللي بتلعب في بطولات كتير لانك انت محتاج لعيبه كتير فالماتشات كتير جدا وفي كاس رابطه وفي حاجات كتير جدا ماتشات كتير جدا فانت محتاج كل اللعيبه يعني. كابتن ايهاب عايز اروح مع حضرتك لسؤال خاص بحراسه المرمى وعايزه تفسير ليها، ليه في بعض الاحيان بنشوف عدم الثبات في مستوى حراسه المرمى ومش بتكلم عن النادي الاهلي بتكلم في العموم، ده تفسيره ايه؟ يعني يبقى حارس مفروض له اسمه وقيمه وقامه كبيره جدا وتاريخ كبير جدا مع النادي حتى ممكن مع المنتخب، بس يجي عليه فتره تلاقي اداؤه ليس الافضل وسيزن ممكن يبقى كامل الاداء فيه سيء جدا لدرجه ان الناس حتى لو بتعشقه يبتدوا يطالبوا بايجاد بديل. صحيح. ده كان بيحصل زمان وبنسبه قد ايه مقارنه بدلوقتي وتفسير حضرتك لده ايه خصوصا ان احنا بنتكلم حراسه المرمى المفروض هو يكون اقل لاعب اخطاء وفي نفس الوقت كاجهاد لان هو واقف معظم المباراه يعني الا لو في بقى لعب او هجمات يعني بشكل كبير، فخلينا نعرف تفسير لده. بص يا هوند المهم جدا انا كمدرب حراس مرمى انا بشتغل على ثبات مستوى. للاسف للاسف في مدربين كتير جدا في مصر ما بيشتغلوش على الموضوع ده، انا بشتغل هنلاعب النادي الاهلي النهارده يبقى لازم نشتغل جامد جدا وطلع واجري واطلع واعمل وبتاع والكلام ده. مفيش كده في التدريب دلوقتي، التدريب حراس المرمى بقى علم، علم كبير جدا جدا جدا، لو انت مش عارفه هتبقى بعيد خالص عن الموضوع. مستوى حراس المرمى اللي بيطلع مره وبينزل مره ومره حلو مره وحش ومره 5 من 10 مره 4 من 10 مره 6 من 10 مره 8 من 10 الكلام ده كله انا ما بحبوش. لازم لازم انت كمدرب حراس مرمى تشتغل على ثبات مستوى، يعني انا مثلا عندي حارس مرمى ايا كان مين مستواه انا لازم انا برؤيتي انا كمدرب حراس مرمى لازم اعرف ده مستواه يجيب قد ايه، مثلا 6 من 10 او 7 من 10 لازم اشتغل على المستوى ده على الـ على الـ على الليفل ده 7 من 10 طول الموسم. انت بتشوف مثلا في اوروبا تير شتيجن ولا الناس دي او مانويل نوير او الاجوان الكبار دول مفيش ممكن يخفق في مباراه انما مستواه ثابت ما تشوفلوش دروب كبير مفيش يعني. دروب كبير برافو عليك طبعا. انما المستوى ثابت ممكن ينزل درجه يطلع درجتين ينزل درجتين مفيش مشكله خالص. ليه؟ لان المدرب والحارس المرمى الكبير ده بيشتغل على ثبات مستوى، انا بشتغل على ثبات مستوى بالنسبه للمباراه بالنسبه للموسم كله لازم اشتغل على مستوى على ثبات مستوى. هو حارس المرمى بيحتاج تعامل نفسي اكتر من اللعيبه من زاويه ان هو زي ما بيتقال بالبلدي حارس المرمى هو نص الفريق. صحيح. وفي كتير جدا من الاحيان يا اما الدنيا تحلو بيه او الدنيا تخرب بيه. مهم جدا دي مسؤوليه غير طبيعيه. صحيح. يعني مجرد الواحد يبقى واقف بين الثلاث يعني حاجه مقلقه جدا مقلقه جدا مهما كان عندك خبره فظيعه حاجه فظيعه جدا التعامل مع الضغط ده لازم العامل النفسي زي ما قلنا بنتكلم العامل النفسي مهم جدا لمدرب حراس المرمى مع حارس المرمى ده اعلى من التدريب يعني العامل النفسي اهم جدا من التدريب يعني انت بتشتغل وبتتمرن لازم تتمرن ولازم تشتغل انما لو ما عندكش انت بتعرف تتعامل عامل نفسي مع حارس المرمى هيروح منك
حتى لو انت بتمرنه جامد جدا وفني كويس جدا وبدني كويس جدا والعامل النفسي واقع خالص منك مش هتلاقيه كويس. لان اكتر حاجة في منظومة التدريب هو العامل النفسي، اكبر نسبة من النسبة بين التدريب والفني والبدني هو العامل النفسي. طب. يعني 60% 70% من التدريب هو عامل نفسي، هو 60% من اي حاجه في الحياه. برافو عليك. العامل النفسي طبعا تقريباً. لو انت نفسيا مرتاح هتقدر تأدي. طب. لو انت بدنيا كويس جدا والنفسي واقع منك عمرك ما هتعرف تأدي. صحيح. ده وشفنا كتير جدا. فالعامل النفسي مع ثبات مستوى تشتغل عليه ده مهم جدا بالنسبه للمدرب. كابتن ايهاب انا هختم انا وكريم لان الوقت تقريبا بيجري، بس بسؤال عايز اجابه عليه سريعه لو حضرتك تسمح. يعني ليه عندنا سن حراس المرمى مقارنه بالعالم لازم يبقى احنا عندنا كبير؟ هل ده راجع الى حد ما عدم الثقه في السن الصغير تحديدا في هذا المركز المهم؟ لان لو جيت قارنت باللعيبه الحراس المرمى العالميين ده بياخدوهم من سن صغير وفي انديه كبرى، ليه ما عندناش ده قوي؟ لان المدرب الموجود في الانديه ما عندوش من الشجاعه انه يجيب ولا الصغير يلعبه. يعني انت شفنا شوبير ولا الصغير لعب هايل كويس لانه بيلعب في منظومه في نادي في نظام في طب. منظومه طب. انما الانديه اللي بره قليل جدا ان يكون مدرب او الاداره عندها الشجاعه صح. ان يجيب حارس مرمى وتلعبه. لازم يكون عندك شجاعه. ال- ال- الكوره والرياضه لازم يكون فيها ريسك، بس ريسك محسوب. محسوب طبعا. ولازم انت تبقى فاهم انت بتعمل ايه، ده مهم جدا طبعا. لو انت مش فاهم انت بتعمل ايه الدنيا هتروح منك. فزي ما حضرتك قلت يا نهاوند، يعني سؤال رائع جدا وسؤال جميل جدا. لازم يكون في عندك من الشجاعه ومن الحكمه الشجاعه والريسك المحسوب انك تلعب حارس مرمى. يعني انا حارس مرمى بتاع محمد صبحي، يعني حارس مرمى رائع جدا وانا مبسوط له جدا، لان الولد ده انا عارفه من هو صغير في بتروجيت. يعني انه تديله واخطا كتير جدا وتديله ده مهم جدا، هتوقف على رجله. صحيح. ده يعني عشان كده لازم يكون فيه ريسك وريسك محسوب. صحيح. ولازم تلعب نورت الدنيا كلها. بس حلقتنا النهارده بنشكرك على وجودك معانا كابتن. مكانك يا كابتن يعني ده أكيد. مكانك وبيتك أشكرك. اكيد يعني بيت كل اهلاوي طبعا. اشكرك جدا ونشكر حضراتكم كمان انا وكريم على متابعتنا النهارده، اولى حلقات يعني اول الاسبوع. نشوفكم ان شاء الله بكره حلقه جديده. مع السلامه.